احنا اعتاد جامعة دمشق على ان تكرم رواده. اليوم عندما نقوم بتكريم الراحل جورج رزق الله مؤسس شعبة اللغة الآرامية في المعهد العالي للغات، فإنما نكون قد كرمنا أبناءنا الطلبة الذين نهلوا منه كل العلم، فهو قامة علمية قدم للجامعة والمعهد العالي للغات علمه وقدم كل ما لديه من معلومات، فقد كان مدرسا للغة الإنجليزية في بداية حياته، ثم انتقل إلى تعليم اللغة الآرامية وأسس شعب اللغة الآرامية، وقد كان طلب من المعهد باستمرار هذه التدريس هذه اللغات في معلولة بعدما حط الإرهاب في المعهد في معهد معلولة للغات وضرب هذا المعهد بإرهابه. لذلك قامت الجامعة بالتعاون مع المرحوم جورج رزق الله بإعادة بناء هذا المعهد. ترك فراغ كتير كبير، كان زخر للوطن، وطني بامتياز، وكان محب لوطنه ولبلده معلولة، و يعني والله أنعم عليه بنعمة هالموهبة، يعني اللغة الآرامية. اتكلم من نقت كان صغير من نعومة أصهره، يعني كان يغني ويطرب هالناس ويحب. تأبين عرفانا لمجهود المرحوم والدي جورج رزق الله على التعب والعذاب والشغل اللي قضاه فترات طويلة، سنين طويلة، وكان له كتير عديد كتير من المنجزات من الأعمال، إذا بتحبوا من عدة جزء منها اللي هي القاموس باللغة الآرامي الإنجليزي العربي. بهنيك بحفلة التأبين وأفراحنا دامعة، أهل العلم والمعاهد لامعة، أسست معهد عليه كنت تغار، مرقدك حد وخفف علينا الفاجعة، تهنى نحفظ حقك آخر المشوار، اسمك تخلد على الأرض الشاسعة، والجامعة اليوم عملت لك اعتبار، باحث وفي أدى الرسالة القاطعة، بهنيك قاعة باسمك أستاذ ناصر جورج رزق الله ونفسك الوادعة.